وبعد يسعد مساك. انت يا باشا، انت يا هاني، يلي بتسمعوني حالا دلوقتي، هو في كده؟ طب احضرونا والنبي يا اخويا. الناس يحصل منها واحد واثنين وثلاثة وفي الاخر يقولك ما حصلش حاجة. لا ده حاصل وحاصل وحاصل وحاصل. ما حصلش حاجة، ولو في حاجة بكرة أحلى كتير، نقدر نغير لسه بدري، الدنيا لسه خير. فيه كدب يا جماعة ما يتسكتش عليه أبدا، زي كدبة خمس دقايق وهكون عندك. نفسي أعرف مين اللي اخترع الكدبة دي، وإيه مقياس الفترة الزمنية اللي قاسها بيه. يعني الخمس دقايق دول بقدرة قادر بيتحولوا ويتمطوا لساعتين ازاي؟ كل واحد فينا موجود في حياته هذا الشخص، الشخص اللي عشان يجي في ميعاده لازم تقوله قبلها باربع ايام ويبقى حاسس انه جاي بدري كمان عليك. تقولي بقى الشخص ده بيتأخر ليه؟ أقولك معرفش، ونفسي أعرف والله، بس هو بيبقى شايف إنه عادي جداً لما يتأخر والناس تقعد تستناه. فين المشكلة؟ حبيبي لا، مفيش أي مشكلة خالص، أنت تأخر براحتك وإحنا نسيب اللي ورانا واللي قدامنا ونستناك، هو إحنا عندنا أغلى منك؟ هذا الشخص بيقرر يصحى براحته ويفطر على مهله والدنيا جميلة وبيس، ويفكر هيلبس ايه النهاردة، او ما في الشياكة ما عندوش يا مرحميني، ويكوي اللبس وينشره ويكوي وينشره ويظبط نفسه قدام المراية. طب نظبط نفسنا كمان مرة قدام المراية، وممكن يقرر ان اللبس مش عاجبه في اخر لحظة ويغيره تاني عادي جدا. وعندك كم بقى مكالمة تليفون يعملهم؟ مفيش مانع لما يقلب في الفيسبوك والانستجرام شوية ويكتب كومنت لمدام صفاء، على لايك لمدام هناء، وفين وفين لما يقول انا ناسي ايه، ناسي الناس اللي مستنياني. لا يا باشا، حمد لله على السلامة، الف الف حمد لله على السلامة والله. ولما تستعجله يقولك يا عم انا خلاص داخل عليك اهو، وهو في بيتهم اساسا، وتشوف الثقة اللي بيتكلم بيها تقول هو قاعد جنبك خلاص اوريدي. النوع التاني بقى عاشق النوم، ده يبيع اي حد عشان خمس دقايق زيادة ينامهم. لو قلتله فيه تنين داخل عليك هيغطي وشه بالبطانية ويكمل نوم عادي، ويعين المنبه نفسه ويتقطع من الرن، وده مش هنا اصلا. كونك انت مستنيه دي مش مشكلته ابدا. نيجي بقى لملوك التأخير اللي مشمتين فينا الناس في كل حتة، وهم البنات القمر. طبعا مش كل البنات، عشان نبقى بس واضحين، هما فئة قليلة جدا جدا يا جماعة، مشوها بس عشان خاطري المرة دي. طبعا البنت لما تقولك خمس دقايق وهكون جاهزة، انت اكيد اكيد بتبقى عامل حسابك في ساعتين تلاتة اربعة، وتلاقي الراجل من كتر ما هو مستني ابتدى يتحول وشعره يبيض زي توفيق الدقن كده في فيلم البحث عن فضيحة. ما هي بتعمل مجهود برضو يا جماعة، خد عندك الاكستنشن على الرموش على الميك اب، على ساعة واقفة قدام الدولاب مش لاقية حاجة تلبسها مع عمرو دياب قالك قدام مرايتها عادي تتدلع براحتها، بستناها وبستعجلها تضحكلي وابصلها. بس الشهادة لله، في بنات فعلا بتحترم مواعيدها وتظبط عليها الساعة، وبنات تانية اختراع الساعة ده ما عداش عليهم، ورجالة كمان والله. وادي نموذج بنقابله كل يوم. الو، انت فين يا ابني؟ الناس جت الشركه والميتنج هيبدا دلوقتي. يا حبيبي، خمس دقايق بالظبط وهبقى عندك، ما حصلش حاجه لو اتاخرت شويه. يعني ما حصلش حاجه ايه؟ انت لسه نايم وفي بيتكو اصلا، والناس بقى لها نص ساعه مستنيينك. بقول لك ايه، انت لسه هترخي، يلا يلا ما تعطلنيش. عزيزي المتاخر، عزيزتي المتأخرة، احنا لو بصينا نص عمرنا ضيعناه في ايه؟ هنلاقينا ضيعناه واحنا مستنيين حضراتكم. احنا كبني ادمين ليه حياتنا تضيع عشان حضرتك نايم ولا مكسل تنزل، ولا قررت تعمل مديتيشن قبل ميعادك بخمس دقايق؟ ليه تكذب وتقول انا اهو على كوبري اكتوبر وانت لسه نايم في سرير بيتكم؟ ليه نفضل مستنيين حضرتك يا أنسة عشان الاكستنشن قافش في شعرك، ولا الروج مش لايق مع الايلاينر؟ يا جماعة انجزوا شوية الله يكرمكم، مش هتبقوا انتوا والزمن علينا. الغريبة ان الاساتذة دول شايفين ان هم الصح وان انت اللي كائن فضائي، وان اتكلمت ولا اعترضت ولا قلت اه يا عيني ولا اه يا ليلي يقولك ما حصلش حاجة، وكمان يقوم مشوحلك كده بايده قال يعني مش هامه. لا يا باش، ده حصل وحصل وحصل وحصل.